العفو والغفران نسأل الله يا مالك الملوك يا الله يا رحمن. قسنطينة. هل تساءلتم يوما من أين كانت تحصل قسنطينة على الكهرباء قديما؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نقوم بهذه الرحلة الشيقة للتعرف على أسرار جديدة، وسنكتشف قناة هيدروليكية محفورة في الصخر تحت السويقة وتمر على مسافة 2.8 كيلومترات. البداية ستكون من تحت جسر الشيطان أسفل جسر سيدي راشد. هذا السد بني خصيصا لفائدة محطة الكهرباء. تحول المياه بعد مرورها على مصفاة معدنية مكونة من شبكة معدنية تعزل الأتربة والحجارة والأوحال، ثم تمر عبر أنابيب معدنية تسمى أنابيب الجلب القصري تيو دوميني فورسيت نحو محطة الكهرباء، بحيث تكون المياه بقوة دفع هائلة نتيجة سقوطها من علو 128 متر تتحول إلى قوة تدير تيربينات ضخمة. فرانسوا لافي الذي أنشأ مطحنة لافي في غالما، أما بيير لافي الابن الوريث في قسنطينة بنى مطحنة قسنطينة، وتوفي سنة 1893 بقسنطينة. ثم جاء بعد ذلك وريثه الابن ألفريد الذي بنى محطة إنتاج الكهرباء بجوار المطحنة، وقد شهد دوران أول مولد كهربائي قبل موته. لقد مات ألفريد شابا بقسنطينة سنة 1910. بعد ذلك حولت إدارة المصنع إلى الإدارة الفرنسية بقيادة إدوارد جيت وبيير سان كروا مهندس كهرباء، وقسم المصنع إلى قسمين مستقلين، المطحنة ومعصرة زيت الزيتون والمحطة الكهربائية. تنتج المطحنة السميد والفرينة بمعدل 900 قنطار في اليوم بعد طحنها بإسطوانات ضخمة عددها 40. أما زيت الزيتون فيستخرج بمقدار 150 قنطار في اليوم. القناة الأولى مصنوعة من الصفيح المعدني ومثبتة بمسامير ريفي قطرها 85 سنتيمتر، وضعت في الخدمة سنة 1909. القناة الثانية بنفس المقاييس ولكنها بقطر يبدأ من 2 متر وينتهي بقطر 1.40 متر، وضعت في الخدمة سنة 1930. الأولى هي بفواصل ليست ملحومة أي مثبتة ببراغي، أما الثانية فبمسامير ريفي وبفواصل تمدد جوان دو ديلاتاسيون. طول الأنابيب 600 متر تقريبا ومثبتة في الهواء الطلق فوق دعامات من الطوب.
يحتوي المصنع على 5 مولدات كهرباء، 2 بقوة 550 حصان وضع في الخدمة سنة 1909، مولد واحد بقوة 1000 حصان ل1000 دورة في الدقيقة، مولد واحد ب 2500 حصان 1000 دورة في الدقيقة، مولد ب 5000 حصان وب 750 دورة في الدقيقة، وضع في الخدمة سنة 1930. وما يفسر اختلاف هذه المولدات هو طبيعة واد الرمال الغير مستقرة، وهذا سبب بناء أنواع متعددة من المولدات، بحيث يكون تدفق الواد هو ما بين 500 لتر في الثانية إلى غاية 50 متر مكعب في الثانية. الارتفاع المفيد للشلالات 128 متر. التوربينات تسمح بإنتاج كهرباء ثلاثية الأقطاب ب 3000 فولت. هناك آلية أوتوماتيكية تسمح بالتزويد المشترك بين محول قسنطينة ومحول سكيكدا البخاري. قسنطينة كانت تتزود بشبكة كهربائية تحت أرضية ب 3000 فولت تشمل 60 محول يعطي كهرباء 115 إلى 200 فولت. الخروب والضواحي 16 كيلومتر تزود بخطي تحت الأرض وواحد هوائي ب 22000 فولت. خط ب 3000 فولت يزود مناطق الريف شرق قسنطينة و 3000 فولت بقرب قسنطينة. المجموع 474 كيلومتر ويصل حتى منطقة القبائل.